الله يرضى عنك صلح الحديبية كان في السنة السادسة للهجرة وفتح مكة كان في السنة إيش الثامنة للهجرة يعني بين صلح الحديبية ستة للهجرة وبين فتح مكة سنتين نزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا في فتح إيش في فتح وهذا ما يعتقده كثير من الناس إنا فتحنا لك فتحا مبينا لم يكن في الثامن للهجرة يعني لم يكن في فتح مكة كان في صلح الحديبية التي كان ظاهرها هزيمة ظاهره لنا هزيمة لكن الله سماه فتحا عظيما يسمى صلح الحديبية وقع في شميسي ليس شميسي الرياض شميسي اللي الآن قريبة من مكة يعني تسمى باللغة المعاصرة منطقة الشميسي وقع فيها صلح الحديبية في السادس الهجرة. للهجرة ظاهر الشروط التي أملاها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ظاهرها هزيمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأمور بهدوء أخذها بروية أخذها بسكينة أخذها بطمأنينة نزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأن هذا هو التمهيد لفتح مكة وشو استفاد من هذا أنك تمر بك في حياتك أشياء يسموها بالفرنسية لزوبستاكل بالفرنسية تسمى إيش مشاكل لزوبستاكل فيصل بالفرنسية المشاكل تسمى لي لزوبستاكل لزوبستاكل يعني المشاكل العراقيل من صحة اللعبة يعني ممكن بروبلم بروبلم بالفرنسي بروبلن. إيه هذا إنجليزي مشاكل لكن الزوبستاكل هي العرقيل التي تعترض الانسان معناها ركزوا معي يا شباب استاذ ناصر ولا اقطع عليك انت قلت قبل شوي صلح الحديبيه اي احسنت والفتح مبين وممكن تشرح شوي حاضر الله يطول عمرك كم عندي فايز انا واحد الله يطول عمرك ولو كان العلم طعاما يطعم اطعمتك اياه مثل سهلا. ما قال الامام الشافعي اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع, المجامع. يا سلام عليك وعلومك مين اللي زين الباب؟ زينه ايه احسن ناصر الادب ترى انا والدتك يوم جيت عرفت انها فعلا انجبت رجلا عظيما يوم جات الله ما شاء الله تبارك الله كان انت وين؟ شو تفاول انت؟ راح تسوي اعلان اشمغه انت منور والله صراحه اللي يبغى يسوي اعلان اشمغه يجي عندك نعم من اللي يضبط لك كذا؟ طبعا هذه تسمى الكوبرا في والله لا لا بنت البكار هذه بنت ما في مشكله الكوبرا آه هذه آه دائما اذا اردت ان تشوف المعلومه صحيحه او لا تشوف بنت البكار هذه ممتاز حبيبي فايز يقول اعطينا شيء في صلح الحديبيه آه قبل ما ارجع لها انا قلت لحبيبي ناصر زين الباب وهذا يقال في باب الفأل عندنا في الجزائر وعندكم هنا كثير منها كذلك وكانت العرب تسمى تسمى سليما يعني واحد اذا اصيب بلدغ عقرب او كذا يسموه سليم تفاؤلا انه سيشفى باذن الله والقافله القافله ترى معناها راجعه مو ذاهبه يقولون عن القافله يعني التي تذهب قافله يعني تيمنا انها ستعود وعندنا في الجزائر كبار السن فيهم من الحكمه والجمال ما يقول سكر الباب لان الباب لا يسكر ولا يغلق تفاؤلا يقولوا زين الباب ويقصدون اغلق حتى النور لما كنت تيجي تنام يقول لك ارجوك زين النور معك يعني اطفه لكن ما يريد يقول هذه الكلمه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال والفال هو الكلمه الطيبه تقال لك او تقولها في شارع هنا في الرياض اسمه شارع التيسير نعمه يعني في صلح الحديبيه جاء صحابي عفوا في المفاوضات جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل امركم تيمنا باسمه وكانت امراه تسمى عاصيه سماها النبي صلى الله عليه وسلم جميله غير الاسم الغير جيد الى اسم جيد صلح الحديبيه يعني ظاهره هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه جاءوا يريدون العمره يريدون العمره منعهم المشركون فلما يمنعوهم من اداء العمره في نظرنا هذه هزيمه لكن الله عز وجل قال انا فتحنا لك فتحا مبينا اي ان قبولك بهذه الشروط وهذه الهدنه والهدوء الان سيكون هو الطريق لفتح مكه يعني النصر احسنت يعني النصر لا يشترط ان تقبضه بيدك قال الله عز وجل وجنودا لم تروها يعني لا يشترط ان ترى مصرع عدوك وهلاكه الله عز وجل ينصرك باشياء لم ولم تتوقع تقول ناصر سكر في اللهجه في اللهجه احنا ما نقول سكر, سكر. مصطلحات اللغويه ل... ل... انتم مش تقولوا هناك يعني اعطيني كلمه حنا تب... ما قل... احنا ما نقول احنا نقول باب فاتح اول في اخر الليل والله يحيي من يجينا مسير ولكن اذا جيت تسكر وما ودك تقول كلمه اغلق او سكر 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 الباب رد اه ال... رد أرد... لا قفل هي مصطلحات لغوية يعني هي لغويه العرب كانوا يحبون الكلام سايف. الجميل سكر سكر سايف. سايف رد سايف, سايف معناها ايش؟ اغلق سايف يعني سايف, سايف يعني شيء يعني لا تغلقه بس خله فيه الله يقول اللهجة هذه قفل هل هي لغة عربية؟ اي نعم. سايف لا أنا أقصد. هو, هو غير قصد. خليني أقولها بطريقة أخرى. الله 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 قالوا الامام الشافعي لا تقل فلان كذاب اكسو الفاظك احسنها قل ان حديثه ليس بشيء وهي نفسها كذاب لكن كلمه كذاب قويه قالوا لا تقول يعني قل واحد بدل ما تقول كذاب قل اخطات واضح لكن في مواضع ياتي لفظ الكذب لتشنيع الجريمه يعني مثل القاضي قادر يقول وجاء وصف الكذب في القران الكريم لكن في اللحظات العاديه لا تقول فلان قل له لعلك اخطات ترى هذه تسهل رجوع القلوب الى بعضها لانه في نوع من الجراح يطول ردمه لكن في نوع من الجراح يسهل وأده يعني يردم بسهوله لانه الكلمه كانت لطيفه تقول انا اعرف بعض الناس اذا يسوق سياره واللي على يمينه ما يقول له روح يمينه لا تاخر سيف لأن وجودك سعاده في حياتي لانه يبغى يقول له ادخل يمين لو قال له ادخل يمين يحسها لغه امر يقول وش رايك تدخل يمين مثلا وش رايك نروح يسار لعله هذا الطريق اقرب هي الفاظ فقط تدل على نمط اخلاقي وسلوكي اوتير اوتير دور يعني ارجع ورا الناس تقول دور الناس تقول ناخذ اوتير اوتير يعني باللغه والله ما ادري ايه يعني يتيرن يعني العكس دوران دوران نعم نجيبها في الرابع عرفت ناخذ يثير اسلم اسلم قل قل يعني مفردات لغويه ما ترى انا قلت لكم في احدى القنوات تبحث عن مذيعين وانا طرحت سؤال للجمهور ننتظر الجمهور خياراته الفنيه والادبيه لكن دعوني قبل ذلك راح نبدا الان فقرتنا انا في بعدين اعطيكم بالونات وفي وفي كذا ايه حاضر يا حبيبي فيصل طيب